التفتيح علي والتعزيل علي. تغريد. بعد ما كملنا الخمس سنوات قررنا نفتح مشروع. بصراحة دورنا شغل تقريبا شهر زمان ما لقينا شغل يعني يناسبنا، فقررنا نفتح مشروع بسيط عصاير مودي للطبيعيات. والله هو بعد التخرج تعرف التعيينات ماكو، شوية قليلة خريجين صار لهم سنوات كثيرة ما تعينوا ماكو، احنا بعدنا اول سنة قررنا نعتمد على روحنا شوية، فتحنا مشروع عصاير طبيعية. عصاير طبيعية عندنا عصير موز وعصير برتقال وعصير ليمون وعصير بطيخ. نفتح بالاربعة العصر. التفتيح علي والتعزيل علي. تغريد. والعزل الثنتين. والله هو الاصل حمودي يشتغل مرطبات. فتعلمت الي من حمودي. حمودي علمنا عاد ظل حمودي علي المسواق. وظل علي. التفتيحة علي والشغل والمشي العالمي. اللي ميزنا احنا عصائرنا كلها طبيعية، ما بيها مواد حافظة. لا اصباغ يعني. لا هاي يعني شو ما نقول من الخلاط للقلاص قبل.